الإبداع لا ينتهي. في يوم عملت الكنيسة مسابقة لمرحلة ثانوي الجامعة إنهم يضعوا ويألفوا قصص قصيرة. قامت البنت وألفت قصة، لكن هي ما كانش مواهبها أدبية، كانت مواهبها موسيقية، فألفت القصة عشان تشترك في المسابقة. لكن لأن لديها موهبة موسيقية قعدت تألف قطعة موسيقية تعزفها بنفسها وتسجلها وتضعها على شريط تسجيل وتحطها ويا القصة. فاللي بيراجعوا القصص من الخدام والأباء شافوا قصة قصيرة صفحتين ثلاثة لكن وياهم شريط تسجيل، وفجأوا ان البنت دي كاتبة في اول صفحة عبارة لطيفة قوي: عزيزي القارئ، عندما تبدأ وتقرأ هذه القصة ضع شريط التسجيل في الريكوردر، حينئذ سوف تستمع إلى الموسيقى التصويرية المصاحبة لهذه القصة. إبداع، والإبداع ده دايما عايز تشجيع، وتشجيع الكبار للصغار في غاية الأهمية، والتشجيع ينتج ثمار وفيرة. وطبعا اللي وضعوا المسابقة ما فكروش ان يبقى فيه موسيقى مع القصة القصيرة، لكن إبداعها خلاها تقدم عمل رائع، وطبعا فازت وكانت لها المرتبة الأولى في القصص اللي هي قدمتها.